السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده قلت اصور الحلقه دي بقى في مكان مختلف عشان ابين قد ايه ان احنا نستمتع بالوقت اللي احنا فيه ونستمتع بكل الظروف المواتيه لينا وكل حاجه محيطه بينا. بكره هيكون العيد، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله ايامكم تكون سعاده وخير ومحبه. لو تفتكروا اول رمضان لما طلعت قلت لكم ايه الهدف اللي انتم عايزين تحققوه، وتشوف المقياس اللي انت وصلت له او لا، وفي نهايه رمضان تشوف انت حققت الهدف ولا لا. واحد سالني من كام يوم قال لي الهدف اللي انت كنت قايله في اول رمضان هل حققته ولا لا. انا كنت قايل اول رمضان ان عايز اخس 10 كيلو، وبالفعل الحمد لله ربنا كرمني وخسيت، بس مش 10 كيلو، 8 كيلو. بس ده ما يمنعش ان انا لسه هكمل على تحقيق الهدف اللي انا عايز اوصل له، وده اللي احنا كلنا ممكن نعمله وكلنا نتحرك ليه، ان احنا نحط اهداف في حياتنا عشان الحياه يبقى ليها طعم ويبقى ليها معنى بالنسبه لنا ونستمتع بالحياه. وده اللي احنا كلنا محتاجين ان احنا نتعلمه. رمضان جه في الاول وعدى، وده شهر، وسبحان الله الوقت بيعدي، شهر ولا شهر وسنة ولا سنة، والعمر بيعدي. فالقرار راجع ليك انت ان انت تحط اهداف قدام عينيك وتستمتع بالحياة اللي انت عايشها، لان انت عندك حياة واحدة بس تعيشها، تستمتع بالناس اللي حواليك اذا كان اهلك او صحابك او حتى البيئة العمل اللي انت فيها. لان في حاجة مهمة جدا احنا بنغفل عنها، احنا بنركز على حاجات معينة في امور حياتنا، زي ان احنا مثلا الفلوس او الشغل او الحاجات ديت، وبننسى ان احنا نستمتع، بننسى ان احنا نعيش مع الناس القريبين مننا، عيش معاهم وقرب منهم وحط هدف قدام عينيك ولاقي حد يساعدك، دور على حد يساعدك. دي حاجة سهلة مش صعبة. انا في الاول قبل ما اكون لايف كوتش وان انا اقدر اساعد الناس واخليهم يوصلوا تحقيق اهدافهم، كانت برضو عندي تحديات كتير في حياتي ومش عارف حد يساعدني، لحد ما ربنا الهمني وقدرت اتعرف على الناس وقدرت اخد الشهادة وبدأت لايف كوتش، وبدأت في حد اصلا يساعدني، وانا شخصيا عندي كوتش بيساعدني لحد دلوقتي. انا عندي كوتش بقالي اكتر من 5 سنين. فدلوقتي انت كمان لازم يكون عندك كوتش عشان يقدر يساعدك لتحقيق الهدف اللي انت عايز توصل له. فكر فيها، ولو محتاج مساعدة تواصل معايا وان شاء الله اقدر اساعدك. السلام عليكم، صوم طيبين.